واحد من الشباب جاءني وأنا في مسجدي في مكة، جاء يسألني سؤال، فوجدت أنه من هذه المجموعة، فجلست أناقشه، فسألته عني، قلت إيش أنا في نظرك؟ قال أنت كافر. قلت قل لا إله إلا الله يا ولدي، أنا أعبد الله عادك في بطن أمك، وأدعو إلى الله من 40 سنة، وإيش تكفرني عليه؟ إيش كفرت به؟ قال لأنه تنطبق عليك إحدى مكفرات نواقض الإسلام. قلت وش؟ قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر. قلت أنا أكفر المشركين؟ من قال لك إني ما أكفر المشركين ولا أشك في كفر المشركين؟ قال هؤلاء. قلت من؟ قال الناس الموجودين. قلت هؤلاء مسلمين ما هم مشركين، كيف أكفر المسلمين؟ الناقض يقول من لم يكفر المشركين، وأنا ما أكفر المسلمين، أنت اللي تكفر المسلمين. قال إيش؟ قلت نعم، اقرأ الناقض، اقرأ، طلع الجوال وإنه يقرأ. قال والله فاتت عليه. قلت أصلها فاتت عليك هذه وغيرها، تعلم يا ولدي. حتى أني سألت عن، قلت الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إيش في نظرك؟ قال هذا من أكبر الكفار، ما هو كافر، لا، يقول كافر كبير. قلت ليش؟ قال لأنه يدعو لولاة الأمر، هذا نفاق. قلت إيش حكم الدعاء لولي الأمر؟ قال ما أدري. قلت ما تدري وتكفر وانت ما تدري يا جاهل؟ تدري أن الدعاء لولي الأمر سمة أهل السنة وشعار أهل السنة، نحن ما ندعو لولي الأمر من أجل يعطينا ولا نأخذ منه، دين عقيدة. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه، عاش في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، وله كتاب عظيم اسمه السنة، حقق في رسالة علمية في جامعة أم القرى، يقول إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإن وجدته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. بل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة التي أطبقت الأمة على إمامته، يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لمن؟ لولي الأمر. أنا وأنت لو أعلم أن لي دعوة بعطيها واحد ثاني، لو قيل لي لك دعوة أنت خاصة يلا مستجابة، طوالي أدعو لي لأني أناني. لكن أحمد بن حنبل لا، نظرته أبعد وأشمل، يقول أدعي لولي الأمر. قيل له انظر يا أبا عبد الله ليش؟ قال إن دعوتي لي لا تتجاوزني، ودعوتي لولي الأمر تتجاوزه إلى غيره، إذ بصلاح ولي الأمر صلاح الأمة. فلما قلت ذا الكلام قال ما درسونا هذا؟ قلت من اللي يدرسك؟ قال في النت. عجيب، الشيخ حقه النت. وهذه الكارثة، أنك تتخذ من لا تعرف هو عالم ولا جاهل، حتى ما لهم أسماء، أبو محمد أبو فلان أبو بس كنا